هتبقى ميرفونكس معانا 3 في 1 عليها عرض ب290، والصغنون ده عامل 100 و140. والكبير 565 السبعة في واحد. علب التلاجة دي معانا ازاز 3 مقاسات، اهي العلبة بتاعتهم معانا. منظمات الاكريليك بتاعت التلاجة، بولت السوس دي معانا 7 جنيه، منها المربع و 6 جنيه المربع والمدور. وعلبة التلاجة المربع الوسط دي معانا عاملة 199. تلات علب البطوط دول معانا عاملين 195. صواني تقديم الهاوس معانا اهي، مقاس الصغير 130 والوسط 150 والكبير 160. صواني الرخام الوسط 35 والصغيرة 30 والكبيرة 39. في منها الأبيض، أبيض في أسود، وفي منها الأبيض في جولد. الصغنونة دي معانا عاملة 30. طقم الوطنية المربع ده 4 قطع عامل 65 جنيه. الإزازة دي معانا عليها عرض 199. الباسكت ده اللي بيتعلق على درفة دولاب المطبخ اهو، بغطا عامل 105، من غير غطا ب 95. طقم الوطنية معانا اهو 18 قطعة على عرض معانا 275. الأزايز الأكريليك اهي بكل أشكالها، السادة معانا عاملة 89 واللي عليها رسومات ديزني 69، السادة هي والأسود والأبيض ب69، اللي عليها رسومات ديزني عاملة 89. دي معانا 189، والمربعة الصغيرة دي 149، 129 دي، ودي 179. أشكالهم اهي أبيض الشفاف، ودي معانا ب 99 جنيه اهي. وده شكل كمان. ده شكل البانيو السيليكون معانا اهو. البانيو السيليكون عامل 520. ديسبنسر الليفة بتاع الوطنية عامل 35 معانا. المطبقية عاملة 199. طبق الفاكهة ده عامل 109. الطبق ده معانا عامل 79. الصينية دي معانا 79 اهي، 79. ايه تاني البولة الأكريليك الذهبي دي عاملة 99، في منها 3 مقاسات، أصغر مقاس معانا عامل 69، المقاس الأكبر شوية عامل 99، والأكبر شوية عامل 109. الطبق العصي ده عامل معانا 109. منظم التلاجة بتاع الوطنية عامل 37 جنيه اهو.
مرتين ده عامل 37 برضو. الشفاف ده بغطاء ب 239 ده ومعاه غطاء او الغطاء. ده ب 54 شفاف بغطاء برضو. بولات البونو دول خمس قطع مع بعض، خمسة مع بعض. مثلا بتاع الرجل بكام؟ يا ريت تعرضي لو ما بحاضر ثواني. الخمسة مع بعض دول عاملين 255. ده مقاس خمسة، مقاس أربعة بمية خمسة وتمانين، مقاس تلاتة أهو، مقاس تلاتة ده بمية وعشر. والأربعة ده فلات، في منه المقاس الصغير حجم الصغير والبولة الكبيرة. وفي بالقطع، المقاسات كلها، كل المقاسات كل واحدة بقطعة، في منه بالقطع. ليفة حمام بإيد لا مش متوفرة. لا مصفى السيليكون دي معانا بمية وتسعة اهي، بتتقفل عشان ما تاخدش مكان، في الأكبر منها شوية بمية تسعة وعشرين. دي كبيرة وبتتفتح كده وتتسند على الحوض. الموب موجود، انه موب بالظبط موجود ب 199 اللي عليها عرض، وموجود كيتشن هيرو ب 750، وموجود الاكريل ب 775. كاتنج بورد دي معانا ب 199، ودي معانا ب 215 بالسكاكين بتاعتها. انهي افضلهم بالنسبه لو استعمال حضرتك قليل يعني، وفي ما فيش اطفال بتحافظي على الحاجه، الاكريليك ممتاز جدا. في اطفال بقى وممكن يقع منك يتكسر، مش مضمون، يبقى خليكي في الموب اللي هو الكيتشن هيرو ب 750 عليه ضمان سنه، وده ممتاز. العملي برضو الكيتشن هيرو ده كويس كعمليا واستخدام يوميا، الكيتشن هيرو ممتاز. الشماعات اهي بكل اشكالها والوانها، اي ستة ب 75 جنيه. المصفى دي معانا بتتفتح بتتسند على الحوض، عامله معانا 230 تمام. وباقي الشماعات ده اهي 75 برضو اي ستة. ما تنسيش المسند بليز. حاضر والله، هنزل تحت وهوريك المسند. الرول ده معانا 5 متر اهو، 5 متر ب 199 بدل 250. ده للادراج، الدواليب، المطبخ. علي حضر لي مسند الرجل لو سمحت، مسند الرجل. الليفة دي معانا عاملة 169. ليفة مسند الرجل، مسند الرجل قدام المكتب تحت، حضرهولي عشان انزل. بولة ايكيا الاستلس الكبيرة بكام والازاز بكام؟ الازاز ب 129 والكبيرة هتأكد لك من سعرها تحت. متوفر في شارع القاهرة او متوفر؟ الطقم ده عامل 110. الجاروف المكنسه بيه ده عامل 20 جنيه. الجاروف الاكريليك بالمكنسه بتاعته عامل 210، في منه الزيتي وفي منه الرصاصي اهو. الرصاصي الطقم ده منظم بتاع البرو 110. ده طقم مع بعض. دواسات الحمام تركي عليها عرض ب 249. صواني تقديم ميلامين. حاضر ثواني
هي ما فيش ميلامين. اللي موجود عندي الهاوس اللي وريت حضرتك عليها دي، الهاوس 130 150 160 الثلاث مقاسات، واللي موجود دي اللي هي اللي على شكل الخومي اهي 30 35 39 ثلاث مقاسات برضو، اسود وابيض. الابيض في ابيض في رصاصي، في ابيض في اسود وابيض في جولد، والزغنونه خالص دي ب 30. وفي طقم مع بعضه بس يعطيكم السعر اهو، ثلاثة مع بعض مش متسعر اهو، دول ثلاثة مع بعض. في شكل بتاع رمضان الخيامية، وفي الشكل ده، هما طقمين المتوفرين وموجودين في فرع اللاجتين. مش عارفة بقى في سموحة وفي في سد بشر ولا لا، بس انا عندي اخر قطعتين من الطقم ده. دول الصواني اللي عندي. في المنظم ده عامل 240 خانات كده مع بعض. المساحة المثلث ذاتيه العصر مش موجودة عندي زيها، بس مربعة مستطيلة مش مثلثة. نفس الفكرة ونفس التكنيك ونفس كل حاجة، بس بدل ما هي مثلثة مستطيلة، عاملة 169. قوالب التلج السيليكون عاملة 45 معانا اهي، دي المربعات. بومبونيرا الغزالة دي عاملة معانا 199 اهي. وفي قوالب التلج سيليكون برضو بس صوابع كده، عشان لو حبيتي تدخليها في ازازة طبعا المربعات مش هتدخل في ازايز، فدي طويلة تدخل في بوز الازازة كده. بانيو الغسيل اللي بيتفتح ويتقفل السيليكون عامل 520 اهو، 520. وفي اصغر منه ده نصه عامل 179، ده الصغير بتاعه. حافظة كيك الوطنية، انا ما عنديش حافظة كيك الوطنية، عندي حافظة كيك بس مش الوطنية. سمعيني كده اشوفها لك. حافظة الكيك اهي مش الوطنية، عادية اكريليك ب 129 اهي، تمام. دي حافظة الكيك اللي عندي. كرسي البين باج اهو 395. طبق الدوار معانا 59 عليه عرض. باسكت الزبالة اللي بيتعلق بكام؟ باسكت الزبالة اللي بيتعلق ابو غطا ب 95، ابو غطا ب 105، اللي من غير غطا ب 95. البانيو الاصغر من غير رجل زي الكبير، لا البانيو الاصغر بعجل اهو، مكان العجل بتاعه. العجل بتاعه اهو، ده العجل اهو، العجل اهو مكان العجل. اربع عجلات. طبق الفاكهة بخمسة وتلاتين. ننزل نشوف طبق الدوار بتاع الاطفال اهو، عشان الحاجه ما تتقلبش اهو، اهو مهما يتحرك الحاجه هو بيتحرك مع الحاجه، فالحاجه مش بتتقلب جواه. عامل معانا 49 49، وفي الوان كوب الاطفال. حتى صوت 75 85 95 ثلاث مقاسات. طبق المستطيل ده 149. جردل المسح من فضلك، انا واحد بالظبط، قولي لي انا واحد وانا اوريكي، هوريهم لك تحت كلهم. ايه تاني ايه تاني؟ طبعا عندنا تشكيل زرق بكل الاشكال اهو، الاربع اللي يفضل معانا. الفرشه بخزان عامله معانا 15 جنيه. الصفايه السيليكون دي عامله معانا 10 جنيه ومتوفره في اللاجتين، ما اعرفش بقى باقي الفروع نظامها، بس هي موجوده عندنا في اللاجتين كميه ب 10 جنيه. صبونه سيليكون في منها البيضاوي وفي منها المربع، وعندنا الصبونه اللي بتتعلق ب 7 جنيه اهي، ممكن تتعلق كده في الحيطه وتصفي الصابون، ممكن تتحط على الحوض كده وتصفي برده الميه. اسعار الزرع، الزرع من اول 25 معانا، عندنا ب 25 وعندنا ب 110 اهي.
دي 110 ودي 110 ودي عامله معانا 25 اهي، دي 25. وفي بتاع ايكيا طبعا الشلال، منظم الشلال بتاع ايكيا في نوع الفاتح ب 450 والغامق ب 550. منظم شنط السفر الست قطع ب 149 جنيه. وعندنا كفرات مراتب يا جماعه، متر، متر و20، متر ونص، متر و60، متر و80. كفرات المراتب بالوانها اهي، ورول الزيت عامل معانا 90. ليفة الجلد الميت معانا عاملة 25، والليفة اللي بتتنفش اهي. طقم الأطفال 149 والصغير 95. الطقم ده معانا عامل 30 جنيه. شراب السيليكون 65 معانا. فخدة الرقبة 139. ايه تاني؟ طقم القوالب بتاع الرز عامل معانا 70 جنيه بدل 80. البونيه 45 معانا. اشوف الرف الجولد اللي عليه الطاسات. استني، رف الجولد اللي عليه الطاسات ده، او ده الرف الجولد اللي عليه الطاسات. ده طبق فاكهه، ده طبق فاكهه، وده حامل غطيان واطباق، وده حامل مناديل، ودي الطاسات الجولد اهي، ودي معايير جولد برضو عاملة 269. ايه كام؟ 4 معايير جوا بعض. والطاسات اهي بمقاساتها، وفي منها صواني اهي، طاسات وطاسات تمام اهي. دي بتاعت الصوصات ب 59، التلات فتحات والاربع فتحات عاملة 90 تمام. ننزل بقى نشوف المسند بتاع الرجلين عشان الناس ما يقولوش ان احنا نسيناهم. ما نسيناش فين يعني مسند الرجلين اهو اللي كان بيسأل عليه. حامل الاطباق فيه اربع فتحات 75، والاصغر منه 65، الثلاث فتحات المسند اهو تمام. عامل 249 مسند الرجلين. الاستاذة اللي كانت بتسأل اهو، بولة ايكيا فكرتيني، شاطرة اهي بولة ايكيا. دي اللي استلت عنا كام؟ ودي الاركوبال كام؟ 450. بولة ايكيا اهي 450، والتانية اهي دي اللي جوه الغويط. امسك كده اهي 129. باسكت ايكيا عامل معانا 89 اهو، 79 ابيض واسود. سعر الباسكت اللي تحت المسند ده لونه ابيض هو 115. افتحوا عليه كده نوريهم. خلي ايهاب يحجز لي المسند، انا جاي اخده. ماشي تمام، خدي عليه كده احجز ده جنبك تمام. الباسكت اهو 115 بالغطا بتاعه تمام. جرده الموب الوطنيه، ما عنديش الوطنيه، اللي عندي هات الموبات عشان في ناس سالتني على الموبات وعايزه تشوفها. انت جبتهم اصلا؟ ماشي. عندي ما عنديش الوطنيه، عندي الاكريليك ده ب 775 بدل 820، ده الاكريليك. وعندي الكيتشن هيرو كيتشن هيرو عامل 750. يسلم عمرك يا رب، ربنا يخليك يا استاذ احلام. وعندي ده اللي عليه العرض ب 199 اهو، ده اللي عليه العرض معانا ب 199.
تمام. ده الكيتشن هيرو 750 والاكريليك ب 775. يوجا شانون خرشد، ما عنديش لا شانون خرشد، عندي الشانون بتاع الوطنيه 4 دور ب 570، اللون الروز واللون الاسود البيج في بني 4 دور. حد يمسك لك الموبايل وانت ورينا الحاجه بالراحه. حاضر هخليها امسك الموبايل يا علي عشان اوري الناس الحاجه بالراحه عشان الناس مش شايفين الحاجه. طيب ماشي خلاص يا علي، دكتور ينفع ماشي الناس عايزه تشوف الحاجه. ابعد بعيد كده عشان بدلي انا. نوعه ايه ومعاه كام غيار؟ هو ده اللي ب 199 اللي هو ايه اللي هو مثلا نوعه صيني، كل الموجود في السوق صيني. معاه كام غيار؟ اي موف في الدنيا معاه 2 غيار اهو، ادي غيار وادي التاني. انا ما انا ماسكه الموبايل برضو وانا اللي بوريهم، هم ما استفادوش حاجه ماشي. انت خلي بالك فهم كده مش مستفيدين. العروض دي شغاله اونلاين؟ شغاله اونلاين صح، شغاله اونلاين. ده العصيان بتاعته، ده الموب، ودي وده الجردل، وده خلاص. وريني بس هات ده تمام. افتح بقى كيتشن هيرو العلقه الطويله. انا علقه طويله قولي لي شكلها ايه وانا اقول لك انا علقه طويله. ده كيتشن هيرو شنط حفظ طعام. وبكام موجود شنط حفظ طعام؟ ب 249 وب 369 وب 429. دول التلات مقاسات اللي موجودين. وفي الزغننه الايس بوكس الزغننه، ما اوريهم الايس بوكس متاح في فرع سيديفيشن ب 199 صح؟ اه موجود في فرع سيديفيشن. الصغير ب 269 لا ايس بوكس، الاكبر منها شويه ب 249. وفي نوع تاني اللي هو الازرق على الصفحه، الازرق في اسود، الصغير بتاعه ب 369 والكبير بتاعه ب 429. انا انت ايه ده بتديني ايه؟ ده دي الحاجه بتاعته برده بتاعت الكيتشن هيرو اهي. اه والاثنين غيار اه تمام. اقفل بقى وطلع لي الاكريليك هو اللي فاضل. خد الغطاء الاكريليك اهو. في توصيل لعروض امبارح، في توصيل لعروض امبارح. حضرتك تقدري تتصلي بفرع سموحه، وفي توصيل تتصلي بفرع سموحه وتطلبي منهم الاوردر، لان الاوردرات بتطلع من فرع سموحه. الكرتونه اللي على الارض معدن تقريبا اه تمام. حوريها لحضرتك حاضر. ده الموب الاكريليك اهو، دي المساحه بتاعته زي ما انتم شايفين. المساحه بتاعته حديد، الفاص اللي بتتحرك هنا حديد مش بلاستيك تمام. دي ده الغيار وده الغيار تمام. والعصايه بتاعتها منفصله لوحدها. وريني حضرتك عايزه ايه فوق. اه اتفضلي وريني. طلع هات لي ثلاث اشكال شنط حفظ الطعام من فوق. هما شكلين لان الكبيره مش موجوده خلصت وهطلبها من المخزن. روح بس انتهيت وانا هتصرف. يلا. لا والله ما فيش مسابقه ولا حاجه. الشماعه اللي حضرتك كنت بتسالي عليها اهي 175 اهي. ربنا يسهل ان شاء الله. هنشوف الموضوع ده وهنعمل مسابقات باذن الله. الباسكت اللي بعجل، ايه الباسكت اللي بعجل؟ حفظ بتاع الغسيل الشنط اللي هو ده باسكت الغسيل ده بكام؟ الابيض ثواني اشوفها. اقفلها لي كده، اقفلها لي. حفظ شنط خروج لا مش موجوده. حفظ شنط الخروج. شماعة للباب وبكام؟ عندي شماعة للباب اللي هي بتتعلق على الباب من غير مسامير، عندي لون الجولد بس، عاملة 85. دي الكبيرة صح؟ دي الكبيرة 429 شنط حفظ الطعام. كشاف الليد سنسور عامل 175. على مهلك على مهلك على مهلك. 429 المقاس ده اللي هو الأزرق. ودي 185 اه. أنا عايزة بس كتر غسيل بس أعرف فيها الأبيض ده.
الباسكت الابيض ده عارفه؟ اه عايز اعرف سعره. الابيض يا حبيبي بتاع الغسيل. تستاهلي يا رب، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. تشوفي دي ب 249 تمام، المقاس ده ب 249. ده مقاس تاني. بوكس الالعاب بعامل 110، الشبك ب 110. حضرتك كنت عايزه تقولي ممكن اشوفها؟ انا مش فاكره اللي حضرتك عايزه تشوفيها، قولي لي عايزه ايه عشان انا التعليق راح مني. اه عايزه تشوفي الرشاقه بتاعه البيت. حاضر هشوفها. علي لو سمحت الرشاقه الجولد. اه انا عارفه ان هم ايه الرشاقه الجولد اللي بتتعلق على البيت من غير مسامير. من غير مسامير. دي نفس السعر ب 249. كنك القهوه البايركس. حاضر كنك القهوه البايركس دي ب 99 ودي ب 80. اهي الشماعه اهي، امسكها علي عشان اهي. انت كده متشقلبها كده اهو. اهي الشماعه اهي تتعلق على الباب. خلاص يا موجود ستاند الحمام. موجود ستاند الحمام. ستاند الحمام فين؟ الابيض ده الكرتونه بيضه. موجود ستاند الحمام اهو، هو ده. بس انا مش هعرف اوريهولك. هو بتاع ايكيا. عامل كام؟ او علي مش ده؟ ثواني هشوفهولك. تسلمي يا حبيبتي يا رب. بوليت ايكيا الازاز موجود الستة مع بعض، طقم ست بولات مع بعض بتوع ايكيا. ست بولات مع بعض بتوع ايكيا. استني اشوف فين موجود ستاند الحمام. طب ثواني ستاند الحمام اهو ب 320. هو ده ستاند الحمام. سعر الباسكت معرفتش سعره؟ هو في الغالب هي شروق قالت لي 420 حاجه كده، يعني في حدود 420. اتاكد لك بكره. براد الشاي البايركس على النار بالمصفى اهو، في الشكل ده وفي الشكل ده. الشكل ده عامل معانا 289 والشكل ده ب 249. الاثنين دول، الاثنين ده وده، الاثنين بايركس. مضرب النسكافيه ايكيا ب 139. البوله الكبيره الازاز ما عنديش بوله كبيره ازاز، ما عنديش غير اللي هي اللي انا وريتها لكم دي اهي. دي البوله الكبيره ب 129 بايركس، بتخش الميكروويف. الاسباتيولا اهي الايكيا ب 99. ديسبنسر ايكيا 169، 129 الازاز ب 79. ديسبنسر ايكيا. اه ديسبنسر ايكيا. تسلمي يا حبيبتي ربنا يخليكي. سعر الباسكت انا فاكراكي ما نسيتيش، لو تقدري تكلميني بكره على فرع اللاجيتيه هعرف لك سعره بالظبط. ماسك ايكيا الاثنين مع بعض ب 199 بدل 399 اهو، الاثنين مع بعض 199 بدل 299. منظم الادويه الكبير الادراج اللي هو اللي بيتفتح الاثنين على بعض. اه موجود منه اخر قطعه. علي هات منظم الادويه اللي على السلم كده، علبه منظم الادويه اللي هي الكبيره دي لونها بيج. نعم تحت هي دي، انا مش شايفه كويس وريني. اه هي دي. وريني يعني.
تطلع معايا دي اللي حضرتك تقصديها، دي اللي موجوده اهي. افتح كده يا علي. اهي هي دي الموجوده عندي، نزلها تحت كده عشان الناس تشوف. ايوه ده وده وده تمام، وبتتقفل كده اهي. دي عامله كام معانا يا علي؟ ب 229. 229. استناكم تشرفونا ان شاء الله، اشوفكم على خير. السلام عليكم.